فقط لمعطلة انطلاق الأشغال ديال واحد المشروع كرامة اللي غادي يشغل أكثر من 850 شخص. هذا الاسم على مسمى لإرجاع وإعطاء الكرامة لهاد المواطنين والمواطنات اللي كيمارسوا التهريب المعيشي، ولا سيما هذوك العيالات اللي كتشوفهم كيتكرفصوا. اليوم هذا المشروع هذا اللي غادي يرجع الكرامه لهاد المواطنات، وكذلك توقيع اتفاقيه لمشروعين مهمين. المشروع الاول مع مستثمر اللي غادي تقريبا غادي يشغل اكثر 1200 منصب، اللي غادي يخلق اكثر 1200 منصب شغل في البدايه على ان يصل الى 1500 منصب شغل. وكذلك اتفاقيه جد مهمه، وهي اتفاقية اللي مع المستثمرين ديال الجهة اللي غادي تبدا تعطي الانطلاقة ديال هذا المشروع ديال الحظيرة ديال الصناعية بمدينة سلوان اللي يبلغ تقريبا 60 مليون تاع الدرهم. هذا المشروع هذا يعني في المجموع كاين 100 تقريبا واحد 160 ولا 170 مليون تاع الدرهم، يعني 84 مليون تاع الكرامه، كاين 20 مليون تاع الدرهم ديال المعمل اللي غادي يخدم تاع الكروفيت، وكذلك هذا المشروع ديال سلوان اللي ب 60 مليون تاع الدرهم اللي هو غادي تقريبا غادي يخدم لنا في البدايه اكثر من 1500 منصب شغل على ان يصل 3000 منصب شغل. يعني اليوم المجموع عندنا اكثر من 3500 منصب شغل حالا اللي غادي تبدي قبل نهايه شهر جوان، وغادي نوصلوا ل 6000 منصب شغل قبل نهايه سنه 2019. المشروع ديال الحظيره الصناعيه ديال مدينه سلوان هذا واحد الفرصه للمستثمرين. اليوم هذه الارض اللي كانت تباع ب 640 مليون تاع الدرهم، اليوم المستثمر فقط يخلص 260 مليون تاع الدرهم، 260 درهم للمتر مربع، الباقي سيتحمل العاتق ديالو مجلس الجهه والوزاره المعنيه، وزاره التجاره والصناعه اللي حتى هي مساهمه معنا ومشكور على هذا العمل هذا. اليوم كنشكر الجميع من السيد الوالي السيد العامل السلطات الامنيه اللي كتقوم بواحد المجهود كبير معنا واللي بالتنسيق واللي كنشتغلوا على هذا المشروع هذا، كذلك الجمارك اللي كيقوموا بواحد العمل كبير وعرفت واحد التغيير في العقليه وفي الطريقه نتاع المعامله مع المستثمرين، كذلك لاي ام بي مرسى ماروك وجميع السلطات ميد زاد وزاره التجاره والصناعه على راس الوزارات وزاره الداخليه اللي قامت هي بالجهد وقامت معنا بواحد العمل كبير. كنشكر المستثمرين ديال ولاد البلاد ولاد المنطقه اللي عطاو واحد الدفعه هذه وداروا الثقه في البلاد ديالهم، اللي اليوم الحمد لله الميناء ديال بني صالح بدا يعرف واحد الحركيه وغادي يعرف واحد النشاط. هذه بدايه، وحنا كنا واعدنا قبل كمجلس الجهه اللي كنا اشتغلنا وكنا نقول لكم الناظور ستكون القاطره، واليوم ان شاء الله نحن في الطريق لهذا المشروع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.